برنامجنا فيه خطاب، برنامجنا يشدو أملا ولكل صديق قد وصل. برنامجنا فيه حكاية فيها أهداف ودراية، فدروسا نتعلم فيه وحديثا نحفظ أو آية، علما وحقائق قد شمل ولكل صديق قد وصل. برنامجنا فيه سؤال سنجيب عليه في الحال، الفرحة فيه تجمعنا تتحقق فيه الآمال. برنامجنا خط السبل ولكل صديق قد وصل. أهلا يا أحباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أصدقائي وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأصدقاء، ورح نبتدي بأول فقرتنا لهذا اليوم مع فقرة قصص القرآن الكريم مع ماما محاسن. السلام عليكم أصدقائي. عليكم السلام. أصدقائي الأحباب، إحنا النهاردة هنحكي عن قصص من قصص القرآن الكريم. قصة النهاردة اسمها طير الأبابيل. وقبل ما نحكي قصتنا، إحنا كنا متعودين نقول إيه قبل ما نحكي؟ ونقول هنصلي على الرسول. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، حكاية النهاردة عن قصة اسمها طير الأبابيل. كان في ملك اسمه أبرع الحبشي. أبرع الحبشي ده كان ملك مسيحي، وكان بيحقد على أهل مكة علشان عندهم بيت الله الحرام. بيبقى كل الناس بتيجي تحج إلى بيت الله الحرام في مدينة مكة، والمدينة دي كانت دايما بيبقى فيها تجار وجنسيات كتيرة، بيجي منها من مصر والعراق ومن الأردن ومن بلاد الشام ومن بلاد المغرب العربي، بيجوا يحجوا بيت الله الحرام وفي نفس الوقت بيتاجروا. المهم إن أبرهة الحبشية ده كان مسيحي، فبنى كنيسة كبيرة جدا وبناها وزغرفها. المهم إن هو كان عايز إيه؟ كان عايز كل اتجاه الدول تتجه إلى الحبشة تعمل المزار بتاعها وينتعش التجارة بتاعت الحبشة، يجوا يزوروا الكنيسة وفي نفس الوقت يعملوا التجارة بتاعتهم بدل ما يتاجروا في مكة المكرمة. كده خلاص فاهمين؟ ركزوا معايا علشان بعد نهاية الحكاية هنسأل أسئلة. يبقى أبرهة الحبشي بنى كنيسة في الحبشة علشان يوجه كل الناس إلى الحبشة بدل ما يتوجهوا إلى مكة المكرمة. جمع أبرع الحبشي الجيش بتاعه وجمع فيلة كبيرة قوي علشان تهجم على مكة المكرمة. وصل أبرع الحبشي للحدود وبعت يجيب المسؤول عن مكة المكرمة وعن بيت الله الحرام. هو شريف من الأشراف اللي في مكة اسمه عبد المطلب. على فكرة عبد المطلب ده جد رسولنا الكريم صلوات الله عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد جابه وقال له أنا ههجم على الكعبة المشرفة. قال له أنا جاي لك علشان الجنود استولوا على بعض الإبل بتاعتي أنا عايزها. استغرب أبرع الحبشي وقال له يعني أنا باعت لك علشان أنا ههجم على البيت اللي هي الكعبة المشرفة وانت بتكلمني عن بعض الإبل؟ قال له إيه بقى عبد المطلب؟ قال له أنا أتكلم عن شيء يخصني أنا، فأنا رب الإبل ولكن الكعبة لها رب يحميها. خليكم ركزين معايا علشان هسأل أسئلة بعد كده. المهم فراح أطاله أمر جنوده أن يدوله الإبل بتاعته. أخذها عبد المطلب وراح إلى المدينة، مدينة إيه اللي هي الكعبة، عند الكعبة. أمر عبد المطلب لأن لقى الناس اللي في الكعبة أو في مكة كانوا خايفين، فقال لهم اطلعوا على الجبال ابعدوا لأن أبرهة الحبشي هيهجم على الكعبة. وعمل
زي دايرة حوالين الكعبة، هو بعض السكان مكة المكرمة، وقعدوا يدعوا الله إنه يحمي بيت الله الحرام. بعد كده هجم أبرع الحبشي بالفيلة بتاعته إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام. قبل ما يوصل لبيت الله الحرام، في ربنا أمر الفيلة إنها تربك في الأرض، وقال لها أنت داخلة بيت الله الحرام. فالفيلة سمعت الكلام وراحت نزلت على الأرض، مرضتش أبدا تهجم على الكعبة الشريفة. هنا أمروها وقعدوا يقوموها علشان تهجم، رفضت نهائي إنها تقوم تهجم على الكعبة. وأيضا أرسل الله سبحانه وتعالى طير الأبابيل. طير الأبابيل دي من جهنم، وعطاها حجارة من سجيل. حجارة من سجيل دي أحجار من نار جهنم، دي أعدت لغير المتقين، يعني أعدت للظالمين، ولكن إحنا إن شاء الله ربنا يعفينا عنها ويحرمها علينا. المهم الحجارة من سجيل خدها الطير الأبابيل، بقى يقذفها على أبرها وجيشه لحد ما هلكهم خالص. نار بتترمي على جيش أبرها أهلكتهم خالص، إلا بعض منهم، بعض من جنود أبرها ذهب إلى الحبشة وحكى عن طيور الأبابيل اللي نزلت من السماء وقدرة الله سبحانه وتعالى إنه يدافع عن الكعبة المشرفة. من الجهة التانية، عبد المطلب اللي هو جد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، فرح جدا إن ربنا سبحانه وتعالى دافع عن بيته وجمع أهل مكة واحتفلوا بالنصر على أبرها. وإلى هنا انتهت قصتنا. عندي طبعا كام سؤال نحكيهم ونسألهم علشان نعرف إحنا فهمنا القصة ولا لا. هنسأل بعض الأسئلة، وأول سؤال لمحمد، مين الملك اللي هجم على الكعبة المشرفة؟ أبرها الحبشة. أحسنت. السؤال الثاني، ما هي الطيور اللي أمرها الله سبحانه وتعالى تهجم على جيش أبرها الحبشي؟ طير الأبابيل. أحسنت. يعني ندي بقى المايك لمهدي، مين اللي كان مسؤول عن الخدمة في الكعبة المشرفة؟ الدهشور. أحسنت يا مهدي. اسمه إيه جد الرسول؟ عبد المطلب. عبد المطلب كان من أشراف مكة وكان مسؤول عن الحجاج في مكة المكرمة. طلب من أهل مكة إيه لما هجم عليهم جيش أبرها؟ أن يذهبوا إلى الجبال لكي يحتموا من الجيش. إذن انتهت حكايتنا النهاردة، وننتقل إلى فقرة جديدة من فقرات لقاء الأصدقاء. كل من عنده موهبة جميلة، ورح ننتقل إلى فقرة مواهب الأصدقاء. السلام عليكم أصدقائنا الحلوين، اليوم طبعاً عندنا موهبة جديدة، موهبة البرمجة. شنو اسمك؟ اسمي طالب علي رضا عظيم. يا صف علوي. أنا صف السادس جيم. شنو هي موهبتك؟ موهبتي أنه يعني أبرمج ألعاب، وأكثر التطبيقات اللي أستخدمها تطبيق سكراتش وتطبيق جودوت، من أفضل البرامج لبرمجة المبتدئين. راح نخليكم وياه في درس من البرمجة. اليوم راح أصمم لكم لعبة جدا جميلة، واسمها هاي اللعبة بول ذا جرين. وفكرة اللعبة بالأساس هي يوجد كرة خضراء وضاعت في متاهة، وأنت مهمتك إذا لعبتها تطلع هاي الكرة الخضراء من المتاهة. ويلا خل نبدأ العمل. بالبداية أكو عدة أنواع من أنواع البرمجة، وأني قاعد أشتغل بمجال برمجة الألعاب. برمجة الألعاب شيء سهل، ولكن يحتاج لتعلم وصبر وشوية من وقتك. فكرة اللعبة اللي أنا راح أسويها حاليا هي فكرة المتاهة. بالبداية لازم نجزئ اللعبة إلى ثلاث أقسام. أولا المقدمة اللي راح تبدي باللعبة، واللي راح مثلا اكو خيارين بلاي، يعني راح تلعب او راح تختار شخصية.
والجزء الثاني اللي هو المتاهة أو اللعبة، والجزء الأخير هو ختامية اللعبة. بالبداية راح نبدي نسوي مقدمة اللعبة. نروح على الخلفيات ونرسم خلفية. راح أختار اللون الأزرق. فاتح. راح أسوي مربع على إطار العمل اللي هو راح أشتغل به. وبعد ما سويت هذا المربع راح أبلش أحط به الأوامر. وراح أكبر الحجم حتى تكون واسعة على مستطيل اللي هو الزر. راح أبرمج هذا الزر إنه من يعني أضغط أي زر بالكيبورد راح يحولني للخلفية الأخرى. أصدقائي إلى هنا نفس ما شفتوا الأزرار اللي صممتها، بعدها راح أصمم الشخصيات اللي راح أتحكم بيها، وإلى هنا راح تنتهي اللعبة. إلى اللقاء. أصدقائي راح ننتقل إلى ماما هدى ونشوف شنو وصاياها لهذا اليوم. مرحبا ياسمينة، كيف حالك اليوم؟ أنا بخير والحمد لله. الحمد لله. اليوم سنتحدث أنا وأنت عن آداب الزيارة التي تجعلنا نشعر براحة عندما نقوم بزيارة أحدهم. لابد أنك تقومين بزيارة أصدقائك وأقربائك، أليس كذلك؟ أجل، بكل تأكيد، أنا نشيطة دائما. فمن الأفضل أن تكون الزيارة عادة مفيدة نافعة وقصيرة لتكون جميلة للطرفين. هذا واضح جدا. ومن آداب الزيارة أيضا ألا نسترق الأنظار عندما ندخل إلى أي مكان، وعندما نرى الأبواب مفتوحة من الأفضل ألا ننظر مباشرة إلى الغرف المفتوحة. نعم نعم يا ماما هدى، هذا واضح، علينا احترام البيوت. يا ياسمينة، أرى بعض العوائل التي تدخل البيوت ولديها أطفال كثيرة، فمن الأفضل أن نخبر الأطفال أن يخفضوا أصواتهم عند الزيارة. أجل، هل تفعلين ذلك؟ أجل أجل، هذا واضح، أنا لا أرفع صوتي عند زيارة أحد الأقارب. جميل جدا. أيضا يجب أن نشكر كل من يقدم لنا شيئا. وأنا كذلك أشكر كل من يقدم لي المساعدة. أن نشعر بالشكر والامتنان والتقدير عندما يقدمون أي شيء، وأن لا نأخذ من الأشياء كثيراً. فهمت، أنا أيضاً أفعل ذلك. والشيء الآخر الذي أتذكره، يمكن القول أنه يجب أن نستأذن أصحاب المنزل عندما نريد المغادرة، نودعهم بطريقة لبقة ونلقي عليهم كل التحايا ونودعهم. أجل أجل، أنا أفعل ذلك أيضاً. حسناً، أنت تعلمين كل الآداب التي تتعلق بالزيارة، كذلك الأصدقاء، ولكن كما أقول دائماً يجب أن نذكركم بها دائماً. إلى هنا أتمنى أن تكوني قد استمتعت بكل ما قدمته لك. ماما هدى، سوف أطبق كل ما قلتيه، وأتمنى أصدقائنا أن يفعلوا ذلك عند زيارة أصدقائهم. شكراً لك، لأنك ستتذكرين في كل زيارة كل شيء قلناه لتونا. ماما هدى، سوف أطبق كل ما قلتيه، وأتمنى من أصدقائنا أن يفعلوا ذلك عند زيارة أصدقائهم. شكرا لك. وشكرا لك ولأصدقائنا. والآن ينتظرنا صديقنا حسن حتى ننتقل إلى فقرته مذكرات حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا صديقكم حسن، مررت بعدة تجارب في حياتي وقد تعلمت منها الكثير، وسأروي لكم إحدى هذه التجارب. في أحد الأيام ذهبت مع عمي جعفر لشراء بعض احتياجاتي من السوق، وفي الطريق التقينا بصديقه الذي يعمل في إحدى المطابع، وطلب منا أن ندخل إلى المطبعة، فلديه موضوع يتحدث به مع عمي. وأثناء انشغالهما بالحديث ساقني الفضول إلى النظر إلى جهاز الاستنساخ الموضوع بالقرب مني. كانت الأزرار كثيرة وملونة وأشكالها جميلة جداً. أردت أن أضغط على أحد الأزرار الكبيرة في الجهاز، لكنني تذكرت كلام والدي الذي حذرني من العبث بالأجهزة الإلكترونية والميكانيكية التي تعود إلى الآخرين، فربما تتلف بعض الأشياء فيها ولا أعرف كيفية إيقافها. طلبت من عمي أن يشرح لي عمل الجهاز، فقال صديقه: تعال يا حسن لأريك كيف يعمل. كان صديقه لطيفا جدا وشرح لي الكثير من الأشياء عن الجهاز، وسمح لي بأن أستنسخ بعض الأوراق تحت إشرافه ومن دون تجاوز مني. وأنتم يا أصدقائي لا تعبثوا بالأجهزة الإلكترونية والميكانيكية التي تعود إلى الآخرين، فمن المعيب أن لا نستأذن منهم، وربما نتعرض للخطر من هذه الأجهزة. دمتم بخير. جدا نستمتع فقرة حكاية طفولتي، شنو رأيكم ننتقل ونشوف حكايتنا لهذا اليوم؟ السلام عليكم، أنا ياسر جدي عبد الأمير، مسؤول ورشة النجارة بالعتبة الحسينية. أنا كنت من طفولتي أحب النجارة وأحب أشتغل هاي الشغلة، ففي البيت عندي بعض الأشياء مثلا ميز أو كرسي بديت أصلح بيهن وأشتغل شغلات صغار مثلا جماعة الدخل وشغلات صغار أو تصليحات بالبيت، أبواب أو مفاتيح لأن الكريونات مع الأبواب، فبديت أطور روحي شوية شوية إلى أن يعني تقدمت بالعمر قمت أفتهم يعني قمت أشتغل نجار، اشتغلت ويا واحد نجار زين هم نطور من معلوماتي، فصرت هسه نجار ومسؤول على ورشة النجارة، ورشة إنتاجية بدنا نشتغل يعني كل الشغل اللي يخص النجارة من أبواب وشبابيك، و يعني إحنا أول شيء أول ما يجينا الزبون يختار التصميم اللي يناسبه مثلا ميز أو كراسي طعام وميز طعام العفو، ناخذ الخشب من نشتري الخشب نجيبه هنا للمعمل نقطع بالآلة آلة التقطيع بالبداية على القياسات المطلوبة، وبعدين نشرحه على القياس المطلوب مثلا ميز أو كرسي طعام نقطعه ونبدأ ننعم به مرحلة الدبل، ندخله بالدبل ننعمه ونطلع يعني نختار السمك المطلوب للكرسي أو للميز كلها حسب القياسات المطلوبة الستاندر، يعني ما نقدر نشتغل بكيفنا، احنا عندنا قياسات ستاندر نشتغل عليها ونجمعها بعدين زين نسوي مثلا حفر زبانه وندقه بسامير ونهيكل الكرسي هيجي، وبعدين نجي على مرحله الميز الطعام هم نفصله ولما نهيكله ونكبس الطبق ماله ماده الخشب الصاج كل هذا ويتهيكل ويقعد بالصوره الصحيحه. وبعد هذا الشغل اللي هو شغل النجاره يجي شغلة الصبغ الدملوه، يصبغوه الصبغ الصاجي او مرات الزبون يختار غير لون مو الا صاجي مثلا يختار اللون الابيض او الجوزي. هسه راح ناخذكم جوله على الفنيين بالورشه وكيفيه تقطيع الخشب. وإلى
إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وننتظركم بحلقة جديدة بإذن الله. مع السلامة. برنامجنا فيه خطاب، برنامجنا يشدو أملا، ولكل صديق قد وصل. برنامجنا فيه حكاية، فيها أهداف ودراية، فدروسا نتعلم فيه، وحديثا نحفظ أو آية، علما وحقائق قد شمل، ولكل صديق قد وصل. برنامجنا فيه سؤال سنجيب عليه في الحال، الفرحة فيه تجمعنا، تتحقق فيه الآمال. برنامجنا خط السبل، ولكل صديق قد وصل. أهلا يا أحباب.